أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى قال ومن
مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وأوصى بها لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله